السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الملاح من ميكانيكي سوزوكي. بلاتينك بيتحرق كتير، يبقى لازم تشوف الفيديو ده. النهارده مهم جدا وهنتكلم فيه عن سبب حرق الابلاتين او مجموعه الاسباب اللي بتؤدي لحرق الابلاتين وتخليني الخبط العربيه. بقى لسه عند صنايعي واغير ابلاتين وامشي يومين ثلاثه شهر والابلاتين يتحرق تاني. مفيش الكلام ده، الابلاتين المفروض يقعد 8 شهور سنه. الابلاتين بتحرق قبل كده يبقى عربيتك فيها مشكله، في غير ان الابلاتين اللي احنا نعرفه عن الابلاتين بيتحرق باربع طرق. اول طريقه ان انت تفتح كونتاك كتير، لو الفصين طايرين بعض وانت فاتح كونتاك كتير الفص هيتحرق. تاني حاجة ان الاسبيراتير يكون فاقد للاتزان الديناميكي، مرحل الشرزة على الجنب بتاكل الفص وتلاقيه ما ينفعش تصنفر. تالت عيب ان الابلاتين يتلدع اسود، دي كده موبينة بايظة. الابلاتين لما يلدع اسود يتحرق، يبقى الامبير بتاع الموبينة عالي فبيلدع الابلاتين الفصيل منهم بعض اسود فحمة كده، يبقى موبينة. والعيب اللي بعد كده الكوندنسر، الكوندنسر لما بيضرب برضه او لما بيبوظ بيخلي الابلاتين يلدع، بس بيبقى بين الفصين بودره رصاصي او فضي كده، ده بتتعرف ان ده خلل في الكوندنسر. المفروض اي صنايعي او اي حد يفتح الابلاتين بتاعه يعرف الخلل فين بالظبط. طب خلي الابلاتين مفحور، يبقى اسبيراتيرك عايز يتفور يعمل له اتزان ديناميكي. خلي ابلاتينك لدى اسود، يبقى موبينتك فيها حاجه غلط، يا اما الموبينه بايظه يا اما متوصله غلط. يا اما الموبينه بايظه يا اما السلوك بتاعتها مقلوبه، وانا هوريكم في فيديو ازاي السلوك بتاعتها مقلوبه. ولاد على الكوندنسر معروفه، يبقى انت عارف هتغير البلاتين ليه وايه سبب تغيير البلاتين. ولما تغير البلاتين وتغير معاه السبب اللي ادى للتلف، البلاتين يقعد جديد. بالنسبه للعيب الموبينه، سواء الموبينه بايظه او ساعات فرادها بتتقلب، الابيض بيجي مكان الارض بيجي مكان الكهرباء وكده لخبطه يعني. الموبينه فيها ثلاث اسلاك، سالب وموجب وبي، او سالب وبي وموجب بترتبهم يعني. السالب رايح للاسبراتير للابلاتين، ده اللي بيجيب الاشاره، والبي ده الكهرباء بتاع الكونتاك الرئيسي، والفرد الرصاصي اللي هي مش موجوده في معظم العربيات اللي فيها موبينه او في معظم المباين. الفرد الرصاصي اللي مكتوب عليها موجب في الموبينة دي، الخواجة يقصد بيها ملف اسمه ملف ثانوي. يعني ايه ملف ثانوي؟ الموبينة دي عبارة عن محول جهد، محول زي المحولات اللي في الشارع بس محول صغير، بيحول اي حاجة تخش له لألف فولت. يعني تدخله 12 فولت يحولها 12000 فولت، تدخله 6 فولت يحولها 6000 فولت. تيار مستمر، تيار مستمر ما بيموتش يعني. المحول الجهد ده لان شرزه البوجيه مش هينفع تتولد ودايره الكهرباء دي تتم والموتور يقوم ب 12 فولت، ده مش ممكن، مستحيل. فهو الراجل عامل محول جهد يولد لك تيار ضغط عالي عشان يشغل الاربع بوجيهات عن طريق الاسبيراتير. المحول الجهد ده بياخد اشاره انه يشتغل ويفصل متقطع يعني بفتحه الابلاتين وقفلته، كل فتحه وقفله في الابلاتين بيدي اشاره للموبينه، الموبينه تخرج شراره، الشراره تروح للبوجيه توصل للغرفه المطلوبه، يحصل عمليه الانفجار للبنزين. طب بالراحه كده، لو احنا اتكلمنا على الموبينه الياباني بتاعت عباس سوكي فاهم مخصوص، دي ثلاثه طرف. اي موبينه احنا بنشوفها في مصر ارضي وكهرباء، انا بتكلم على مباين العربيات الكربريتور والسبيد مش الانجكشن، ارضي موجب وسالب كل الناس عارفاها. البي في السوزوكي هي الموجب، الموجب دي مش هي الحقيقيه اللي احنا نعرفها. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو الراجل مفكر فكره جديده، عامل ملفين كهرباء جوه المحول جوه الموبينه، ملف كبير ضخم عملاق واخد جزئيه كبيره من الموبينه، ده المسؤول عن تشغيل العربيه على طول، وده بياخد كهرباء من الفرده البي اللي لونها عندك في الضفيره ابيض في اسود مع الكونتاك. ده الملف الرئيسي للموبينه او للمحول اللي بيشغلها مده طويله وما يجرالوش حاجه. الملف الثانوي للموبينه، لو حد درس كهرباء يعني معروف ملف ابتدائي وملف ثانوي،
ملف الابتدائي اللي هو الرئيسي اللي اتكلمنا عنه، ملف الثانوي ده بيبقى عامل مساعد. يعني ايه عامل مساعد؟ يعني لما البطاريه تكون مريحه سنه في الشتاء اللي في اوروبا وعايز تدور العربيه والمارش بيلف بيسرق كل كهربه الموبينه الامبير والفولت، فبيبدا يروح للملف بتاع الموبينه كهربا ضعيفه تقل عن 12 فولت في الامبير، ده يعمل خلل في الدوار الثبت. فهو الخواجه جايب سلكه من المارش، اثناء ما المارش بيلف السلكه دي بيمشي فيها كهربا بتروح للموجب بتاع الموبينه في سلكه رصاصي جاك رفيع عشان تساعد الملف الثانوي على التشغيل. ممكن تعيد الحته دي تاني في الفيديو لو ما فهمتهاش. يبقى الموبينه عندنا 3 فرد، فرده الابلاتين دي في كل المباين، فرده بي وده الملف الرئيسي في الموبينه بتاعت الفابريكا وبيبقى موجود في المباين التانية موجب، بس هو في الموبينة دي بي، والموجب هنا ملف سنة ومساعد. تعال أوريكم التوصيلات في الفيديو اللي جاي ده، اتفرجوا على التوصيلات دي ويا رب أكون نفدتكم، ولو فيها رسالة تحت أمركم. دلوقتي دي الموبينة اللي احنا بنتكلم عنها اهي. الموبينة دي عبارة عن 3 فرد، هات النور وفيها جاكين اهو. الاختلاف كله، المشكلة كلها في الجاكين دول. الجاكين دول واحد رصاصي واحد ابيض في اسود. ابيض في اسود ده الكهرباء اللي جاي من الكونتاك، وده الرصاصي ده جاي من المارش بيساعد هنا بيخش على الموجب. الموجب هنا ده اسمه ملف ثانوي مساعد بس بيشتغل اثناء المارش بس. يبقى الرصاصي دي تركب هنا كده، كده السلك الرصاصي ده بيجي من المارش بيركب في الموجب اللي على اليمين خالص، والابيض في اسود لازم تركب هنا في مكانها اهو هنا كده. كده العربية ما تحرقش بلاتينات كتير. الراجل ده كان بيغير بلاتين كل يومين بسبب ان الجاكات دي كانت مقلوبة. ده تعديلهم الصحيح.